سي ستيشن في هذا الموقع الرهيب. شوف هذا التراك وهذه الجلسات الخطيرة في الشتاء، بيكون مكان رهيب جدا في الشارجة في منطقة الجادة اللي هو معسكر الفلاح سابقا. هذا التراك يقدم وجبات لذيذة وراقية جدا تحت إشراف بنت مواطنة إماراتية. تعالوا شوفوا منتجاتها، عندها أكثر من 54 طبخة في هذا التراك، وشغل ما شاء الله بياض وجه والكل يمدح فيه. شوف الخصم معنا. طبعا قبل ما نبدا نعرض لكم الوجبات، خصم 20% من اليوم ولغايه 17/10. هذه الوجبات: سرمه ورق عنب، سبايسي ورق عنب، جوسي ورق عنب، هولي سمبوسه. احنا حاليا شوف هذا المنيو ما شاء الله ضخم، ومن الصوبين وكل الاشياء اللي تبونها، ايضا الحلويات الكوفيات موجوده، وكل شيء عليه خصم 20%. بنصور لكم الاشياء اللي عليها اكثر طلب، انتم تطلبوا من المنيو لما توصلون هني، وان شاء الله ما لكم الا طيبه الخاطر. أنا بصور لكم أكثر الأشياء اللي عليها طلباً، مثلاً هذه فتة ورق عنب، سعرها الأصلي 35، الحين بعد الخصم تكون 28 درهم بس، من 35 ب 28 درهم، هذا الأندومي بالتشيتوز، وعندها أندومي أيضاً ورق عنب بالشتني، أندومي ورق عنب بالفتة، وأندومي ورق عنب سادة، كلها لذيذة ويمدحون فيها. قولي سمبوسة، هذه بالخلطة السرية. هذه ناس يتعنون لها عشان ياكلونها بس، جربوها واحكموا عليها بروحكم. الاكثر طلبا ايضا عندهم الباستا، الباستا بالتشيتوز وايضا بالدجاج وبالربيان، وسعرها مثل ما قلت لكم خصم 20% عليها. لو سمحت واحد رقاق مكس بهذا الشكل، التي شكلها جميل وترتيبها راقي جدا، في رقاق بيتزا، رقاق مكس، رقاق جبس عمان مع جبن، مع جبن خالي، مع بيض، مع مهياوه ساده، شو تبغيها موجوده. شوفي داخلها الحين، ديك بهالطريقه هذه، واطلبها بالمزاج اللي تبغي، تبغي مهياوه، تبغي جبن، شبس عمان، كذا، بيض، شو اللي تبغيه متوفر عندهم، واسعارهم خطيره، 20% خصم عليها بعد. بعد العشاء وايضا لازم تحلي كرات الجبن على شكل الجيمات، وطعمها ايضا لذيذ وراقي جدا، وهذه ب 30 درهم وخصم 20%. ما شاء الله كل اللي يخطر على بالك عندهم، عندهم ايضا العصاير، هذا الباشن فروت، وعندهم ايضا بالفراوله، دريمي بالفراوله، وعندهم سلاش جميع انواعه، وهذه الاسعار 15 و20، وخصم ايضا 20%. ما شاء الله اكلهم خطير جدا، بحط لكم الارقام، اطلبوا قبل ما توصلون عشان يجهزون لكم الطلب. بكل امانه، بكل امانه اقول لكم جربت الاكل كله، والله ان روعه روعه روعه، خطير. السويتات ايضا عندهم الميل كيك هذا، وعندهم ايضا لاتيه كيك، وعندهم ايضا المدغشقر كراميل، بعد شغل ما يحتاج. وعندنا هني خليكم تابع شوفوا شو عندنا، وايضا خصم 20% على هذه، ها والاسعار قدامكم، هذه من 15 الى 25. حبين التصوير والحلويات، فالوده خطيره جدا وشغل جبار صراحه، هذه اخر الحلويات عندهم، شغل ما شاء الله جميل، وايضا خصم 20%، لا تفوتكم هذه. من الشغلات اللي يتميزون فيها سبايسي ستيشن، عندهم هذا الاتشار، اتشار مانجا، اتشار مشكل، اتشار فلفل، اتشار ليمون، واتشار مانجا ايضا، هذه الخمس انواع، طبعا كلها اتشار سائل، التي في هذا البوكس الخطير، هذا البوكس ب 50 درهم الخمس حبات، تبغي وحده حجمها كبير ب 25 درهم، وانصحكم فيه، وما شاء الله شغل نظيف ومرتب وراقي. كيف تطلب وجبتك؟ ممكن توقف هناك وبشكل عادي يجيك العامل وياخذ الاوردر من عندك، او التي هني تقرا هذا الباركود وتدخل على الموقع وتطلب اللي تبغيه وتوقف تشاهد السينما من الساعة 8 تبدأ عروض الأفلام عندهم هني، وبشكل يومي على الموقع موجود، مجرد ما تقرأ يطلع لك كل شيء هني، يعني سينما مجانية وأوردر خصم 20%. كيف تدخل على الموقع؟ بس افتح الكاميرا، شوف على طول يطلع لك سفاري، شوف الحين يفتح لك على طول، تختار الأفلام، تحت مكتوب أي يوم، شوف الأيام مكتوبة، شو الفيلم اللي بينعرض، وتنزل تحت آخر شيء هني، تضبط الموجه هني مال الاذاعة عشان تسمع صوت السينما، وتنزل تحت عند المطاعم، هذا هو سبايسي، تختار الاوردر مالك، تبغي تدفع عن طريق الفيزا ممكن تدفع، تبغي تدفع كاش ايضا ممكن تدفع، انتم اكتب رقم الباركينج اللي انت فيه ويجيك الاوردر لين عندك.